أهلا فيكم حبايبي، برج الميزان في قناتي. رح نشوف شوية توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتابع لبرج الميزان ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو تنطبق عليك. قبل ما نبلش القراءة بس بدنا ناخد كروت للتوضيح. طيب بدنا نبلش أول شي بطاقتك يا برج الميزان، نشوف شو هي طاقتك الحالية، بعدين رح نشوف طاقة الشريك وخطواته القادمة. حاليا برج الميزان أنت عم شوفك عم تحس حالك مضروب بإشي معين مع حبيبك أو مع الشخص اللي عم تتعامل معه بعلاقتك. عم تحس بكسرة قلب من الشخص اللي عم تتعامل معه. انت محاصر بعقلية المظلوم، او كتير مركز على الجانب السلبي للامور. في بينك وبين الشخص عم شوف من ناحية الحكي في بينكم كتير نزاعات وكتير جدالات. أيضا عم شوف على الجانب الروحاني أنت وهالشخص ممكن تحس إنه هالشخص مش عم يفهمك مثل ما أنت بتريد أو مثل ما أنت بدك، لأنه عم شوف أنت عم تتمنى إنه في بعض عم تتمنى من هالشخص في بعض الأشياء إنه يفهمك بدون ما تحكي بالشي أو بدون ما تعبر عنه. مرات أحيانا بتتمنى هيك. أيضا ممكن يكون في بينكم مشاكل بالالتزام وبالارتباط. في شخص بالعلاقة يريد إنه يكون أصدقاء فقط أو يخلي الأمور عفوية أكثر، وفي شخص عم يطالب أو طرف بالعلاقة عم يطالب التزام أو ارتباط جدي بالعلاقة. عم شوف ممكن أنت كنت عم تفكر إنه مع هالشخص أو أنت اللي كان بدك التزام وارتباط جدي بالعلاقة، وهالشخص هو اللي كان بده الأمور تكون عفوية أكثر أو بمبدأ صداقة أكثر، وهالشي ممكن يكون مشان هيك أنت برج الميزان مجروح. طيب خلينا نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك حاليا. عم شوف الحبيب أو الشخص اللي عم تتعامل معه مركز أكتر على عائلته، أو مركز أكتر حاليا على جوانب حياته الأخرى الخارجة شوية عن العلاقة. شوفه مركز أكتر على مادياته، عم يحاول ممكن يكون بهالفترة كتير مركز على مادياته، لأنه في عنده كرتين للمادة وأيضا في عنده The Emperor card. فهالشخص كتير مركز على مادياته إلى درجة الهوس ممكن تحكي، أو مش سامح لحاله إنه يكون في أي طاقة جانبية أو طاقة خارجية بالعلاقة. عم شوف انه حاب يسيطر كتير على وضعه المادي، وايضا حاب يسيطر كتير على وضعه العاطفي. بمعنى انه هالشخص او حبيبك شريكك الشخص اللي عم تتعامل معه مش عم شوف انه في عنده ليونة بالتعامل مع الامور. عم شوفه شخص بيحب يمشي كلمته أكتر، أو بيحب يكون هو اللي مسموع أكتر، وهالإشي أيضا
سبب بينكم حدة في المناقشة أو حدة في الجدال بينك وبين هالشخص، لأنه هو بده يكون الأمر الناهي بالعلاقة. عم شوف الشخص اللي عم تتعامل معه عنده حب سيطرة كتير عالي، عنده حب سيطرة كتير عالي. طيب بدنا نشوف طاقتكم المشتركة حاليا، أو شو ممكن يكون واحدة من الأسباب اللي أدت يكون في بينكم مشاكل يعني ومجادلات. بيحكي لك pay attention to signs، في أشياء أنت وهالشخص كنتوا مش عم تركزوا عليها كتير، أو كنتوا عم تتجاهلوها أكتر. يعني في طرف منكم أيضا كتير غامض أو ما بيحب يحكي، أو الطاقة بينكم المشتركة كانت طاقة كنتوا بتخبوا كتير في جوا حالكم، مش عم تحكوا، مش عم تعبروا لبعض عن مشاعركم. عم شوف أيضا أنت وهو مركزين على الناحية المادية، وفي منكم سبب المشاكل إنه واحدة من يعني سبب المشاكل اللي بينكم، في طرف كان بده ارتباط والتزام جدي ولكن ما حكى فيه، أو كان حس إنه صعب عليه يعبر عن أو يكون صريح مع الطرف الآخر إنه أنا بدي علاقة جدية، بدي ارتباط جدي، لأنه ممكن تكون بداية العلاقة بينكم علاقة صداقة، لأنه عندك أنت هون بطاقتك 3 of cups، فممكن بدايتك مع هالشخص كانت بداية صداقة. هنشوف أيضا واحدة من الأسباب اللي عم يعني عم تؤدي إلى خلل بالعلاقة أو مشاكل بينكم، إنه أنتوا عم تحاولوا تحلوا الموضوع بطريقة بفرض السلطة أو بفرض القوة. يعني أنت مش راضي تتنازل ولا هو راضي يتنازل، وعم شوف إنه في ما في تيم وورك أو ما في مشاركة بالعمل أو مشاركة بالشغل. يعني أنت عم تحاول تشتغل على العلاقة وهو عم يحاول يشتغل على العلاقة، ولكن ما في شراكة. يعني أنت تبني سيناريوهات في داخل عقلك، وهو أيضا عم شوف تحكموا على الموضوع من غير ما تسأل الشخص الآخر، لأنه أصلا في عندكم صعوبة بمصارحة أفكاركم ومشاعركم تجاه بعض. طيب خلينا نشوف خطوتك للمستقبل، أو أنت شو مخطط تساوي بالمستقبل. inner child، أنت عم شوفك رح تركز أو بدك تهتم أكثر بالطفل الداخلي اللي جواك أو بمشاعرك الداخلية اللي أنت عم شوف كنت عم تتجاهلها أكثر، أو عم تتجاهلها حتى حاليا. عم شوفك بالمستقبل عم you pay attention أو عم تهتم بالتفاصيل اللي أنت ومشاعرك الداخلية اللي عم تحس فيها، بالذات بعواطفك وبإيجابيتك. يعني عم شوف إنه أنت مش حاب فكرة إنه أنت حزين أو زعلان، أو المشاعر السلبية عم تتمكن عليك، أنت مش حاب هالإشي. فأنت عم شوفك عم تهتم أكتر بطبيعة مشاعرك وباللي بتحس فيه داخل، يعني في داخلك. يعني إذا أنت عم تشك بالشخص الآخر إنه في معه حدا آخر أو في طرف ثالث بحياته، أو فقط عم تشك بطبيعة التواصل بينك وبينه إنه هو مش جدي وما عم تشوف في إله نهاية، عم شوفك رح مش رح تجي على حالك أكتر، لأنه مش رح تضحي أكتر، لأنه عم شوف أغلبكم ضحيت أو أعطيت من عندك في سبيل إنه يعني
تنجح العلاقة، كان بدك تنجح العلاقة مع الشخص. ولكن عم شوف أغلب عندك ورقة الساحر هون، فأغلب أفكارك أو أغلب طاقتك اللي بتوجهها راح تكون في سبيل مشاعرك أو باللي بتحس فيه أنت من جوا. عم شوفك أيضا في عندك مشروع أو فكرة كرييتيف أو فكرة إبداعية من نوع ما، راح تركز عليها أكتر. يعني عم شوفك مركز على حالك أكتر وكيف تطور من حالك أكتر. ما عم شوفك بالمستقبل مركز كتير على تصليح العلاقة بينك وبين هالشخص أكتر ما إنك مركز على كيف تصلح من حالك وتطور من حالك. خلينا نشوف خطوة الحبيب القادمة في المستقبل. الشخص اللي عم تتعامل معه أو الحبيب أو الشريك رح يمر بفترة صعبة، بفترة رح يتعرض فيها إلى كتير من الإغراءات. رح يكون لأنه أيضا في فترة انعزال هالشخص رح يمر فيها، يعني في فترة مش رح تحكي أنت مع هالشخص، ممكن تكونوا حاليا منفصلين أو ممكن يخف التواصل أو يخف الكونكشن بينكم. عم شوف إنه بالمستقبل مش رح يكون هالشخص كتير متحمس إلى فكرة الحب، رح يكون متردد بفكرة الحب أو بفكرة العلاقة بينكم، لأنه في عنده شكوك ومخاوف داخلية إنه أنت أو برج الميزان في عندك أطراف أخرى، في عندك طرف ثالث. عم شوف إنه هو أيضا إذا في عنده عروض حب خارجية عن العلاقة، ما عم شوفه مقدم على علاقة جديدة. عم شوفه مركز أكثر على روحانيات الشخص، لأنه في عنده مخاوف بالعلاقة. أيضا إذا هالشخص أنت حاس حالك أو ممكن العلاقة بينكم حسيت إنك انظلمت فيها، عم شوف هالشخص مركز أكثر على إنه يكون عادل، أو بده يكون يعطي يعني ينصف في حق العلاقة. عم شوفه مش عم يحاول يكون متلاعب أو إشي مثل هيك، بده الوضع بينكم يكون ناصف وحقاني. أيضا طاقته رح تكون سريعة لأنه في عندك كرت هوائي هون. هالشخص في عنده خبر من نوع ما، رسالة أو إشي حاب يحكي فيه معك، أو عم شوفه رح يحاول يتقرب منك، ولكن بنفس الوقت لأنه هاي حركة تقدم وعندك هون أيضا ناين أوف وانز، يعني هالشخص باني مثل السور حوالين حاله، فعم حسه كأنه متناقض شوي بأفكاره الداخلية مع حاله، إنه بده يقرب منك، بده يحكي معك، ولكن في نفس الوقت عم بشوفه دفاعي شوي، أو رح يكون مش بمعنى دفاعي، رح يكون شوي متردد هالشخص، متردد بأخذ الخطوة، أو رح يكون حذر جدا بأخذ الخطوة، أو حذر جدا بكيف يحكي معك، كيف يتواصل معك، كيف تكون بداية الحكي معك. قبل ما نشوف الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل مصير العلاقة، خلينا نحكي شو ممكن الأبراج اللي ممكن تتعامل معها، لأنه دائما شوف بالكومنتات أنا دائما بنسى أحكي شو هي الأبراج، بس الطاقات اللي ممكن تتعامل معها في عندك ممكن تتعامل مع برج الحمل، ممكن تتعامل مع أبراج نارية، ممكن تتعامل مع أبراج ترابية أيضا، في عندي أوراق ترابية هون، ممكن عم تتعامل مع برج العذراء لأنه عندك ذا هيرمت،
بس ممكن يكون أي برج آخر، هاي فقط الطاقات اللي موجودة عندي بجهة أو بسايد الشريك. طيب، طاقتكم في المستقبل أو مصير العلاقة في المستقبل، في أنت وهو لسبب ما، لأنه هالكارت سيلف سابوتاج، أنت وهو لسبب ما عم كل ما تصير الأمور بينكم، كل ما تتحسن الأمور بينكم، في طرف منكم أو بيجوز حتى تكون طاقتكم الاثنين، في شخص منكم أو أنتوا الاثنين عم تحاولوا تخربوا بالعلاقة بحيث إنه تختلق أمور أو تتسرع بإصدار الحكم على هالشخص. أو أنت عم شوف جاستس كارد، عم شوف إنه في شخص لازم يكون عادل بحق هالعلاقة، أو يعني لازم تكون، لأنه العدل مش بس فقط بإنه ما يكون في طرف ثالث أو إشي مثل هيك، ممكن أنت تكون مش عادل بحق حالك وبحق الشخص إنك تحكم على هالعلاقة وتتسرع بإصدار الحكم على هالشخص بدون ما تسمح إنه يكون في مساحة يكون فيها تفسير أو شرح للأمور. فطاقتكم بالمستقبل بدك تنتبه من هالشي. إذا لبعض منكم المنفصلين، إذا رجعتوا لبعض، لأنه عم شوف في عندي Ace of Cups هون، يعني في عندك بدايات بالعاطفة جديدة، ولكن كرت النصيحة سيلف سابتاج بيحكي لك انتبه ما إنه تكون متسرع جدا أو تطلق الأحكام بسرعة بحكم هالعلاقة أو مع هالشخص، بدك تنتبه. عم شوف أيضا في بينكم بالمستقبل طاقة انتظار شوي، على الطريق من الناحية العقلية أو من ناحية الكوميونيكيشن والتواصل، عم شوف في حكي بالفعل بدكم تحكوا فيه، في تطور وانتصار من نوع ما بما يخص العلاقة بينكم، لأنه هالكارت بيحكي عن شخص طالع من معركة أو طالع من إشي منتصر. فعم شوف بما إنه الطاقة مشتركة بينكم، عم شوف إنه في تطور إيجابي رح يكون في صالح العلاقة بينكم. في فقط فترة انتظار بسيطة رح تصير، أو في شخص عم يستنى رسالة أو خبر من طرف معين، ولكن بما يخص البدايات، أو ممكن عم نشوف إنه إذا للمنفصلين منكم، إذا صار في بينكم مشكلة وأنتم مش عم تحكوا مع بعض حاليا، بشوف في بداية جديدة بينكم، وأيضا رح تعطيك نوع من الانتصار أو للطرف المظلوم، أو ممكن تكونوا أنتم الاثنين مظلومين بصراحة بالعلاقة، يعني ممكن تكون الظروف اللي بينكم اللي أدت إلى انفصال العلاقة ممكن تكون ظروف خارجية، يعني خارج عن إرادتك وخارج عن إرادته. ممكن ما تكون بالضرورة مشكلة صارت بينكم، لكن عم شوف إنه عندك justice card، عندك six of wands و ace of cups، يعني عندك بدايات جديدة وعندك تطور وإشي رح تطلع منه منتصر أو رح تطلع منه منتصرين. وأيضا عندك justice card، يعني في عندك عدل رح يصير بالموضوع. ممكن تكونوا أنتوا الاثنين اللي انظلمتوا بالموضوع، رح يصير في بينكم يعني النصر، رح تتطور العلاقة. عم شوف في ممكن تكون في فترة خمول فقط بينكم بوقت ما تلتقوا مع بعض أو تحكوا مع بعض أو تتواصلوا مع بعض، لأنه في عندي هون طاقة انتظار. أوكي حبايبي، برج الميزان، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.